نحن الآن سنتوقف كالمعتاد في جولة الرابعة من كل يوم لنتابع مع مراسلين في الخارج طبيعة التطورات الجارية حيث هم. في هذه الجولة سينضم إلي زميلاي من مارسيليا في الجنوب الفرنسي خالد شقير، ومن مدينة نيويورك في الولايات المتحدة ياسر نور الدين. أرحب بهما، والبداية ستكون مع خالد شقير من مارسيليا في فرنسا. خالد، التطورات التي ستكون مرتبطة بادئة ذي بدء بخطط الإغلاق، بطبيعة التطورات المرتبطة بفرض حظر حركة على بعض المدن الفرنسية، كيف آتت ثمارها وكيف يتفاعل معها المواطنون في تلك المدن؟ تحياتي زميلي العزيز أحمد ليك وللزميل ياسر ولكل السادة المشاهدين. بالطبع جان كاستكس طبعا في المؤتمر الصحفي على الفرنسيين بدخول حظر التجوال المبكر من تمام الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا، حيز التنفيذ اعتبارا من مساء اليوم. وبالرغم من ارتفاع العدد عدد المصابين في اليوم، كان هذا اليوم مثلا في اخر 24 ساعه 21,271، الا انه قال ان الوضع تحت السيطره وان هذه الخطوه ستكون لمده 15 يوما. ويمكن احمد مع تطور ارتفاع الاعداد الدخول في حظر شامل، حظر صحي شامل. تحدث عن ان حظر التجوال اتى بنتيجه ايجابيه وحافظ على الحياه الصحيه للفرنسيين وايضا الحياه الاقتصاديه، ولهذا كان معه عده وزراء في هذا المؤتمر الصحفي، وتحدث وزير الاقتصاد كما تحدث وزير الصحه وتحدث ايضا وزير التنميه والتعليم. اذا الفرنسيين امام حظر تجوال اليوم من 6 مساء وحتى 6 صباحا. الخطوات المشار اليها خالد تشمل القطر الفرنسي باكمله، لا بعض المدن او الولايات كما كان حاصلا في الخطوه الاولى التي كانت في خواتيم العام المنقضي. بالطبع احمد، اذا يعني على كامل التراب الفرنسي، واستشهد رئيس الوزراء كما استشهد اوليفيه فيران وزير الصحه الفرنسي بأن هذه الخطوة أتت ثمارها واستطاعت تقليل بعض من الأعداد في بعض عندما تم فرضها على بعض من هذه المقاطعات الفرنسية. إذن قام يعني فرض هذه الخطوة على كامل الاضطراب الفرنسي وفي جميع المدن الفرنسية. طيب خالد، هو البعض يطرح تساؤلات، لا أعلم ما إذا كانت تطرح أيضا في فرنسا أم لا، عند الإعلان عن إغلاق جزئي أو عند الإعلان عن حظر حركة في ساعات بعينها وتحديدا في ساعات الليل، ما هي الغاية؟ هل هناك نتائج علمية مقبولة في هذا الإطار؟ لأن البعض يطرح التساؤل، هل ينشط الفيروس في الليل ولا ينشط في النهار وبالتالي نغلق عليه هذا الباب؟ ما هي طبيعة الأهداف أو الغايات المتوخاة وفق أوليفي فيرون أو مسؤولي القطاع الطبي في فرنسا بشكل عام؟ جدل تم إثارته عن طريق بعد تصريح الأمين العام لحزب إلى الأمام الفرنسي عندما قال بأن يعني فترة ما بعد 6 مساء هي فترة بيكون فيها الفرنسيين بحميمية ويقومون يعني الحديث بدون كمامات. وهذا السؤال طرح نفسه الجانب الطبي وقالوا ان هذه العمليه تمنع او تقلل من اعداد الاصابه بالتاكيد، ولكن هناك المعارضين يقولون ان الفرنسيين بعد ان يتم الانتهاء من اعمالهم او من عملهم يتكدسون في وسائل المواصلات احمد، وهذه حقيقه انا يعني رايتها وعشتها واعاصرها يوميا. ولكن احمد يعني الضروره يعني الضرورات تبيح المحظورات كما يقولون. هذه الخطوه هي خطوه الهدف منها احمد هو الحفاظ على الدخول المدرسي، الاستمرار في الدراسه وايضا الذهاب الى الاعمال والحفاظ على القوة الشرائية وأيضا الحفاظ على قطاع الأعمال وتحقيق الأرباح. وهذا ما أكده كل من وزير التربية والتعليم جان ميشيل بلانكير وأيضا وزير الصحة وطبعا وزير الاقتصاد برونو ليمير الذي تحدث عن تحقيق
أموال ومكاسب في شهر ديسمبر أيام الأعياد، وأرجع هذا إلى هذه الحنكة التي استخدمتها الحكومة الفرنسية. من المعروف أحمد أن الحكومة الفرنسية كانت فرضت حظر صحي شامل في شهر نوفمبر القادم. المتوقع أحمد أن هذا الحظر سيستمر حتى شهر فبراير، وهذا ليس متوقع مني ولكن متوقع من كل وسائل الإعلام الفرنسيين. في حالة ما إذا تطورت الأعداد وزادت الإصابات ستدخل فرنسا إلى الحظر الصحي مرة أخرى، ولكن في هذه المرة عندما تكون المدارس في أجازات أصلا، لأن شهر فبراير في فترة من فترات أجازات نصف العام. نعم خالد، في مستهل حديثك أنت أشرت إلى أن الأرقام تبدو مرتفعة على مستوى حالات الإصابة، لكن مسؤولي القطاع الطبي في فرنسا يرون أن الوضع مطمئن أو تحت السيطرة. ما هي طبيعة المعطيات التي على أساسها يقول المسؤولون ذلك؟ هل حدة الإصابة أقل، عدد الحالات مثلا في غرف الرعاية المركزة أقل، أعداد مرتفعة لكنها مطمئنة أو تحت السيطرة، كيف يفهم ذلك؟ أحمد، أعداد الغرف العناية المركزة لا تزيد عن 2700، وطبعا هذا يسبب ارتياحية كبيرة، وفي نفس الوقت كان متوسط الإصابات قبل حظر التجوال ما بين 20,000 و30,000، الآن أصبح المتوسط كما قال جان كاستاك 16,000، وهذا بالنسبة لهم يعتبر أن الأعداد تتزايد. صحيح، لأن الحكومة الفرنسية كانت تريد، إذا تتذكر جيدا أحمد، لإلغاء والعودة مرة أخرى إلى الألعاب الشتوية والمسارح والسينما وأيضا فتح المطاعم والفنادق إلى 5,000. هذا أصبح صعب المنال، وبصفة خاصة أحمد بعد وجود الفيروس المتحور الجديد البريطاني وأيضا الجنوب أفريقي الذي ثبت أن في فرنسا حالة واحدة من هذا الفيروس. وجميع يعني عاملين في قطاع الصحة ومنظمة الصحة الفرنسية أعلنت على أن هذا الفيروس أو هذا التحور أو المتحور الجديد يسبب إصابات أكثر من الفيروس السابق وهو فيروس كورونا العادي، ولهذا هناك يعني هذه الخطوة هي خطوة استباقية قبل الدخول في حظر صحي في حالة يعني زيادة الأرقام أو متوسط الأرقام عن 20,000 أو 25,000. أعتقد أن فرنسا ستدخل مرة أخرى، وهذا ليس تحليلا مني ولكن حسب كل وسائل الإعلام التي تتحدث وأيضا العاملين في قطاع الصحة بأن هذا الفيروس المتحور الجديد خطورته في سرعة انتشاره حتى بين الأطفال. يوم الأحد الماضي خالد كنا سويا على الهواء مباشرة، وأنت أشرت إلى أن واحدة من بين المدن الفرنسية المشمولة ربما بمنطقة أكثر خطورة كانت مدينة مرسيليا حيث أنت. كيف تحول الوضع خلال أسبوع؟ هل بقيت مرسيليا على ذات الدرجة من الخطورة؟ قلت بفعل الإجراءات المتخذة؟ زادت لا قدر الله؟ أحمد، الوضع كما هو، مرسيليا تم السيطرة على هذا الفيروس المتحور باستخدام يعني طريقة، وهي هذه الطريقة هي عملية جعل المخالطين في عزل تام، وهذه الطريقة أتت نتائجها. أحمد، تم السيطرة على الفيروس المتحور الجديد، وهذا كان كل الخوف في المدينة، إلا أن ما زالت يعني الأعداد في تزايد، ولكن هذا التزايد طفيف. وعندما يتم مقارنة مثلا مدينة مرسيليا بالمدن الأخرى نجد أن الحالات تقريبا معظمها متقاربة والأعداد تقريبا معظمها متقاربة. أما أعدادها المحلي في المستشفيات، كنت قد زرت مستشفى لاتيمون ومركز الدكتور بيبي راؤول وهو للأمراض يعني المستعصية والأمراض المعدية عفوا، وجدت أن غرف العناية المركزة تقريبا شبه كاملة، ولكن ليس هناك ضغطا، وبصفة خاصة لم يتم عندما نتذكر أحمد في الموجة الأولى كان تم إخراج جميع المرضى غير كورونا من المستشفيات، الآن المرضى العاديين متواجدين في المستشفيات عادي. الوضع تحت السيطرة في هذه المدينة وفي فرنسا، وحتى مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى زي بريطانيا وألمانيا
الوضع في فرنسا افضل نسبيا. حديث اللقاحات حديث ممتد، نسب الفرنسيين المقبلين الراغبين المعترضين على اللقاحات نسب متفاوته، لكنها في بعض التقديرات التي كنت قد نقلتها خالد اشارت الى ان نحو 40 الى 50% من الفرنسيين لا يستحسنون الحصول على اللقاحات. لكن بالامس شركه سانوفي وفق ما قرانا كانت قد اشارت الى انها قد تعكف على انتاج لقاح حتى وان لم يكن خاصا بالشركه، لان جهود انتاج سانوفي للقاحات يبدو انها توقفت او هدات ولو قليلا، لكنها قد تنتج لقاح اخر بشراكه مع إحدى الشركات الأوروبية. هل من معلومة تؤكد أو تشير إلى سير هذه العملية من قبل سانوفي؟ ألان فيشير أو ميسي تطعيمات زي ما كان يلقب هنا أحمد، وهو يعتبر الرجل الأول يعني الذي يدعو الفرنسيين لأهمية هذه التطعيمات، السلاح الذي هو متواجد لمحاربة الفيروس، السلاح الوحيد الذي هو متاح حالياً مع التباعد الاجتماعي ومع التهويه، شيء مهم جدا احمد، موضوع التهويه وعدم الاجتماع في اماكن مغلقه كثيره، تحدث عن اهميه هذا التلقيح حتى للاطفال. المشكله والمعضله احمد ان اعداد اللقاحات التي تصل مثلا الى دوله زي فرنسا 50,000 في الاسبوع هي غير كافيه، وبصفه خاصه بعد ان زادت نسبه الذين يودون احمد، وهذا هو الجديد اخر استطلاع على الراي في الان فقط، يظهر ان 54% من الفرنسيين يودون الان الحصول على هذه التطعيمات. المشكله احمد بان فرنسا زي ما انت عارف هي يعني فايزر بايتونيك وموديرنا الان، وتنتظر استرازينيكا، وسانوفي احمد باستير وهو لسه في مراحل اعداده لن يكون جاهزا قبل الصيف القادم. ولهذا اعلنت بالفعل شركة سانوفي الفرنسية بأنها على استعداد يعني القيام بإنتاج بعض من اللقاحات الأخرى، وذلك لأن هناك مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة أحمد ليس فقط لفرنسا ولكن في كثير من الدول الأوروبية، بأن بايونتك كانت يعني أمامها مشكلة كبيرة فيما يخص المصنع الخاص بها في بروكسل، وهو الذي يورد هذه اللقاحات الى الدول، ولهذا هناك مشكله كبيره جدا. وبصفه خاصه احمد نذكر الساده المشاهدين ان هذا التطعيم بيتم على مرحلتين، وعدم يعني وجود الكميات المطلوبه في الوقت المناسب يمكن ان يسبب مشكله كبيره جدا وهزه، وهذه الهزه تتحدث عنها الاوساط الطبيه هنا في فرنسا شايفين هامين جدا هذه اللقاحات من جهه والفيروس المتحور من جهه اخرى. طيب خالد، انت اشرت الى ان هناك قفزه او زياده في اعداد المقبلين او المرحبين بالحصول على هذه التطعيمات او هذه اللقاحات التي تقوم السلطات الفرنسيه بتقديمها للمواطنين، هل كان الامر مرتبط بالحالات المتحسنه التي تلقت مثلا اللقاح او عدم وجود اثار جانبيه مقلقه؟ لماذا تحول الامر من ذات النسبه من الرافضين لتتحول الى راغبين في الحصول على اللقاحات؟ حسب يعني وسائل الاعلام الفرنسيه هو التخوف احمد بعد السماع بما يحدث في بريطانيا، وايضا وجود الفيروس المتحور الجديد، وايضا من برامج خاصه في التلفزيون الفرنسي والقنوات واهميه خاصه جدا، وفي نفس الوقت احمد بان التردد اصبح يعني الان يهدد حياه الفرنسيين. كانت هناك مشكله ونقطه تم الاعلان عنها وتم ردها من قبل منظمه الصحه العالميه، الا وهي الباسبور الاخضر، يعني عندما تريد احمد ان تسافر من دوله الى اخرى سواء داخل الاتحاد الاوروبي او غيرها يمكن ان يطلب منك شهادة التطعيمات، وهذا ما تم رفضه لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية، ولهذا عدة أسباب، وأحد أهم هذه الأسباب هذا هو السبب وهو خاص بالتنقل وحرية التنقل، والأسباب الأخرى هو التخوف. وأحمد اعتبارا من بعد الغد ستبدأ يعني الفرنسيين العاديين فوق ال 75 عام في أخذ هذا اللقاح، وأعتقد أن أي إنسان خذ اللقاح وله من الأسرة فيمكن أن يتحدث معه أنه لم يشعر بالأعراض الجانبية التي تحدث عنها الإعلام من قبل. نعم خالد، فيما يخص مسألة إنتاج اللقاحات هذه، يفترض
وفق المدى الزمني أو الخطة الزمنية المطروحة من قبل السلطات الفرنسية، مع حلول شهر مارس المقبل سيكون من حق كل الموجودين على الأراضي الفرنسية أن يتقدموا للحصول على هذا اللقاح. هذا سليم ولا هناك تعديل قد طرأ على هذا؟ يعني أحمد، هو الحديث الآن كان أولا المسلمين في دور العجزة، ثم العاملين في قطاع الصحة فيما فوق 50 عام، ثم العاملين في المنازل الذين يقومون على خدمة الكبار السن، ثم أيضا العاملين في المطاف وغيرها من قطاع الخدمات. الأولوية الآن بعد هذا أحمد وهو جميع العاملين في قطاع الصحة، نظرا لأهميتهم وأهمية دورهم. وأيضا وزير التعليم جون ميشيل بلانكير تحدث عن العاملين في المدارس، وشيء هام جدا يعني موضوع الدراسة بالنسبة للفرنسيين، وهنأ نفسه وهنأ الحكومة الفرنسية، لأن فرنسا هي الدولة الأكثر حفاظا على نظام التعليم، لم يعني تقوم بغلق هذه المدارس المنتشرة. وسيتم أحمد مهم جدا عملية إجراء الفحوصات على التلاميذ والعاملين في المستشفيات اعتبارا من يوم الغد. سؤالي الأخير لك خالد بعد إذنك، الأمر كان مرتبط باجتماع أو مؤتمر صحفي لعدد من وزراء الحكومة الفرنسية، حكومة جان كاستيكس، وكان من بينهم وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير. التأثيرات الاقتصادية وبالتالي المعيشية على الفرنسيين، ما الذي جاء في إيجاز برونو لومير في هذا المؤتمر الصحفي؟ برونو لومير وزير اقتصاد ناجح جدا، له كثير من الثقة، تحدث عن أهمية فترة أعياد الميلاد هنا وكيف تحققت فيها طفرات ومكاسب استطاعت الدولة الفرنسية استخدامها في دعم القطاعات والمطاعم. تحدث على أن أهمية أوروبا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي البنك الأوروبي المركزي في دعم الاقتصاديات، وقال بالحرف الواحد أننا طالبنا أيضا من البنك المركزي الفرنسي بتجميل أو تأجيل عفوا تأجيل هذه الأموال التي يمكن أن يتم دفعها من أصحاب المصالح والمحلات والشركات إلى عام كامل، وهذا التأجيل يعني وافقت عليه البنوك الفرنسية، وأكد على أن هناك طفرة في مجالات الإنشاء والتعمير. تحدث عن توظيف جديد، وهناك عدد من الموظفين والشباب تم دعمهم وبثهم في هذا المجال، وأن هناك مجال تغلق، وهناك سنة 2021 ستكون سنة صعبة اقتصاديا على الشركات الفرنسية، وكثير من الشركات الفرنسية للأسف الشديد مهددة وهو تحدي شديد الأهمية فيما يخص التأثيرات الاقتصادية. خالد، كان الزملاء قد عرضوا بعض اللقطات لمظاهرات في مدن فرنسية مختلفة مرتبطة كالمعتاد في الأسابيع والأشهر الأخيرة للاعتراض على بعض بنود قانون الأمن الشامل، لعلهم مشكورين قد عادوا إليها مجددا. للأسف ليس في الوقت متسع لأن نسلط الضوء عليها معك، لكن قد يكون ذلك مضمونا خلال الساعات المقبلة إذا ما جد جديد فيما يخص موجات التظاهر التي تقريبا لم تتوقف طوال حقبة الرئيس إيمانويل ماكرون لأسباب مختلفة بأحجام مختلفة، لكنها تقريبا كانت موصولة. آخر فصول هذه السلسلة والحلقات كانت مرتبطة بمظاهرات الاعتراض على قانون الأمن الشامل. خالد شقير، أشكرك بالطبع، أتمنى لك السلامة ولذويك في مدينة مرسيليا في الجنوب الفرنسي. شكرا جزيلا لك منضما إلينا على الهواء مباشرة.
المظاهرات إذن كما تتابعونها معنا وتريدنا الصورة من العاصمة الفرنسية باريس وبالطبع من مدن فرنسية مختلفة لمظاهرات يرى أنصارها أن مشروع قانون الأمن الشامل الذي قدم من قبل حركة فرنسا إلى الأمام أو الجمهورية إلى الأمام وهي التي ينتمي إليها الرئيس إيمانويل ماكرون تنطوي على قدر كبير من التعسف فيما يخص الحريات العامة كما يراها المعترضون على هذا القانون. القانون المقدم للبرلمان الفرنسي كان من بين النصوص التي حواها نص المادة 24 التي كانت تعطي الحق لضباط الشرطة ولأفرادها أن يحولوا دون إتاحة الفرصة للصحفيين وللحاضرين بعض المظاهرات أو الفعاليات أن يلتقطوا الصور لأفراد الشرطة عند استخدامهم ما يراه الصحفيون قوة مفرطة في أوقات كثيرة. الأمر ربما تفجر وباتساع في شوارع فرنسية وعلى نطاقات مختلفة في ضوء مقتل شاب فرنسي من أصول إفريقية وسبق كذلك بقضية أو ما عرف بأزمة أدامة تراوري الشاب الفرنسي ذي الأصول المالية الذي قتل على يد الشرطة الفرنسية. لكن حتى كتلة الجمهورية إلى الأمام في البرلمان الفرنسي قالت إنها ستقدم إعادة معالجة للنص الذي أثار جدلا واسعا وتجددت بسببه دعوات كبيرة للتظاهر في أيام السبت من كل أسبوع على مدار الأسابيع المنقضية.